الجستكس هي موضوع واسع، يعني حتى بالنسبة لمقيمين الأشعة مش شيء سهل. فإنه أنا رح أبلش معكم يعني to put you in the track، يعني هو موضوع جدا كبير، بس أنا رح يعني تفهمين basic things، وإنتوا إذا بدكم تكملوا بعدين بس إنه تعرفوا كيف الأبروتش، إنه أنت لما تقرأ جستكس راي على إيش تطلع. هلا الجستكس راي يعني one of the most radiograph اللي بيطلبها أي دكتور، والمتعارف عندكم إنه أكثر شيء ده أي باثولوجي إحنا بنطلبها to look for the lung fields، هاي المتعارف عند الناس صح. ومن أصعب يعني الموديليتيز ان واحد يعرف كيف يقراها هي الاكس راي. ليش حدا بيعرف ليش؟ يعني ليش مثلا انا بالنسبه لي كمقيمه اشعه اقرا مثلا جست سي تي اسهل لي من جست اكس راي اذا طالبه، اذا فيها شيء يعني انا مش عارفه. تعرفوا ليش؟ يعني يعرفتي لانه الجست اكس راي عباره عن تو دايمنشن، هي شادو للاشياء الموجوده يعني اللي تعرضت لها الاشعه يعني او اخترقتها من خلال الجسم. أما السي تي سكان عمركم شفتوا سي تي سكان؟ هي سيكونس، مش الجهاز يعني مش الماشين نفسها، هي الصور هي سيكونس ممكن تطلع وتنزلي فيها. فأنت راح تتخيلي إيش؟ ثري دايمنشن صح؟ فبالنسبة لي هاي شادو، وبحكي لك إنه أنت ما تتخيل ما تحط يعني في شيء أنت مش شايفه صح؟ هاي هي الفكرة. هلا اللي كان يحكي الدكتور إنه أنا بدي أعمل جست إكس راي لكل مريض، إذا إشي ما له داعي أنت مش بس بتضره مالياً، يعني في ناس جد ما معها فلوس غير إنها مالياً، أنت بتضره يعني أنت الحقت فيه ضرر أكثر ما أنت فدته. هلا أنتوا بتعرفوا في باكي جراوند راديشن، هلا إحنا وإحنا موجودين في باكي جراوند راديشن صح؟ بقول لك الناس من في مفاعل نووي بإسرائيل وما في إيش، بس وين ما تروح في باكي جراوند راديشن. حدا بيعرف الدوز تاعت الجست إكس راي كم تعادل الباكي جراوند راديشن؟ 10 days. يعني أنا زي كأني ضفت لجسم المريض أو لمنطقة الجسم كمان 10 أيام من الباكي جراوند راديشن. تعرفوا مثلاً سي تي، مثلاً جست سي تي كم أنا بضيف للمريض باكي جراوند راديشن؟ جست مثلاً كل سي تي مختلفة، بس تعرفوا كم يعني جست سي تي كم بضيف للمريض؟ 2 years. فأنا مش يعني مش إنه بدي أطمن الأهل، أنا بضره هيك، هو صح وهو بده يطمن بس هو مش عارف هاي المعلومات صح. فانا لازم واحد شو يكون عنده شويه مرن، اشي ما له داعي ما بطلبه، مش بس عشان فاينانشال ايشو. جد في ناس ما معها فلوس حتى على التامين بتدفع 12-15% جد ما معها. كمان شغله انت ماشي معك كلينيكال خلص، اما ليش اشعه الناس يعني هاي في لها اثار سلبيه صح. وحتى التست اكس راي اذا ما لها داعي ما راح اطلبها صح. طبعا لازم يكون عندي جود كلينيكال داتا واعرف متى بتنطبق، شو ما كانت المدرجة تاعت يعني انا اللي بستخدمها سي تي ام ار اي اكس راي الترا ساوند. ماشي هي الالترا ساوند مثلا نون ايونايزنج راديشن، مثلا اكس راي ايونايزنج راديشن. عارفين شو يعني ايونايزنج راديشن؟ يعني اشعة مؤينة، يعني هاي الاشعة لما تدخل على جسم الانسان تعمل تأين للخلايا وإلها اثار. يعني لو بدي اطلق يعني نضل نحكي عن الايونايزنج راديشن وايش الاكسبوجر وكيف الدوز وهاي بدها محاضرة لحالها، بس انا يعني حابب توصل هاي الفكرة انه اشي مش ما له داعي ما اطلبه. مثلا زي ما حكى لكم الدكتور خير مشكور انه مثلا واحد جاي انه ابر سبايك تراك، انا ليش اخليه يسحب له دم؟ ماشي والله بتغلبش من هي غزه ابره، بس انا رح ادفع فلوس. مين حكى لك انه له يعني انه هو معاه يدفع حتى لو هو مأمن نسبه بسيطه؟ اشي ما له داعي انا ما رح اطلبه صح. هاي يعني فيري جود مسج انه انتم تطلعوا فيها، انه هذا الاشي اللي احنا بواجهنا مع الاقسام الثانيه. لو بحكي لك الأشعة رافضين، احنا مش رافضين عشان رافضين، لان انا عم بشعشع مريض بشيء ما لهوش داعي. لما احكي عن سي تي 2 ييرز بتعادل باك جراوند راديشن شيء كثير كبير صح. تمام احنا هلا مين اللي راح نحكي بالمحاضره الجست اكس راي؟ انا بس تو بوت يو اون ذا تراك، يعني راح نبلش اناتومي تاع الجست اكس راي، بعدين تكنيكال فاكتور، واخر شيء راح نحط شويه باثولوجي تنقسم لا اوباسيتيز وراديو لوسنسي. يعني وبعدين يعني تكونوا فاهمين شو الكونسيبت كامل، كيف انتوا تعرفوا وتعملوا ابروتش للاكس راي. تمام حد بيعرف ايش ها ولا الفسوق؟ عادي عادي مش امتحان عادي. فعلا يا جماعه الورق تبعي فيلم، هذا الفيلم، هذا الفيلم قبل ما نستخدمه، يعني هيك بنشتريه من الشركه. هذا هو الفيلم تاع الاكس راي، هذا اللي الصوره، هذا اللي عليه الصوره. شايفين شو لونه؟ شو لونه هذا؟ ماشي هو ابيض صح زي ما حكيت الدكتوره، بس تضيفوا له ماده
يعني بتصير مائل للزرقاء عشان يكون مريح اكثر للعين. فلا رح نتفق انه الفيلم كيف لونه ابيض، تمام؟ عشان نفهم شو ما شو يعني اكس راي، ابيض ولا ازرق؟ ابيض، بس بيضيفوا له ماده بيكون مائل الى الزرقاء عشان تكون اريح للعين، تمام. هلا شو المبدا الاكس راي الستاندرد واي؟ حد عم يتصور اكس راي؟ لا تشيس، مين حد تصور؟ كيف دكتور؟ شو حكى لك التكنيشن؟ إنه إيش اسمك؟ أمان. أنا صراحة مبسوط من ال يعني صراحة الليفل تاعك يعني وأنا موجودة وأنتوا بتناقشوا صراحة يعني جد جد مبسوطة. إنه أقرب الجهاز. إنه زي كأنه. عبط الفيلم. أها صح. هلا التكنيشن حكى للدكتورة إنه تروح على الكاسيت اللي عليه الفيلم، يا إما بحكي لها خدي نفس عميق واحبسيه وعبط الجهاز، بيكون زي في بيس هون بتركز عليها الشن. هاي الاشياء كلها مهمه احنا نعرفها لما نحكي على التكنيكال فاكتور. فهلا كيف الاشعه بتكون ماشيه؟ الاشعه بتكون هذا هو الجهاز اللي بيطلع الاشعه السينيه او الاكس راي ستاندرد واي. احنا ناخذ جست اكس راي بي اي فيو. شو يعني بي اي؟ يعني بوستيرور انتيرور فيو، يعني الاشعه بتيجي من بوستيرور للبيشنت للانتيرور. هون الفيلم، شفتوا الفيلم الابيض اللي انا فرجيتكم اياه؟ بيكون هون موجود على هذا الكاسيت، وهاي اللي بتطلع الاشعه، يعني الاشعه تيجي للبيشنت من وراء لقدام وبتعمل ريفلكشن تاعها على الفيلم الموجود هون، وبنزل التكنيشن اما على الباكس زي ما احنا بنقراه او بطبعه لمثلا مستشفياتنا، يعني الفيلم العادي اللي انتم بتشوفوه احنا بنطلع عليه، صح؟ هاي الستاندرد واي او احنا بنسميها بروجكشن او فيو. لو حد سالك ايش الستاندرد واي تو دو جست اكس راي، شو بتحكي له؟ يعني انت لما تطلب للمريض شاكل باثولوجي معين وكانت indicated إن أنا أطلب chest X-ray، كيف بطلب هالمريض؟ chest X-ray PA view، تمام؟ لكن في حالات AP lateral decubitus، يعني في lord يعني في views كثير، يعني علم كثير واسع. دكتور كيف هلا إحنا رح نيجي هلا شو هاي؟ برأيك شو رح يكون هاي اتجاه الأشعة؟ يعني لو كانت الأشعة ماشي من هون رح تخترق جسم المريض والفيلم رح يكون هون. A P view متى نلجأ إلى نضطر نلجأ لهاي؟ صح. مريض very ill موجود بال ICU مثلاً عنده endotracheal tube، أكيد واحد مشي intubated وأحكيه وأحكيله التكنيشن خد نفس عميق وأعبط الجهاز وثبت التشن وبعرف إيش، صح؟ إيش كمان؟ شو حالات كمان ممكن نضطر لل A P view؟ كيف؟ immobile patient. ماشي ممتاز. تروما patient ممتاز، بس تروما إنه مش قادر، يعني مش مثلاً والله تروما مثلاً القلب فيها فراكتر، صح؟ فهمي عليك. ممكن في حالات باثولوجي معين أحتاج أنتيروبستيرير مش هي يفضل PA، يفضل مثلاً لو لورد تيكولاترال بنحكي عنه، بس يفضل PA. إيش كمان؟ إيش هي بريكوم؟ كيف؟ ما دخل، لا ركس عادي مصوره بي اي كنتر اوبريت ماشي. ايش هي؟ مو يعني مور كومون بيبي. مش احكي له البيبي ما خلنا نفسه يعني مور. هلا رح نحكي عن الاناتومي. هيك هاي الدياجرام بس بيوضح لنا الاناتومي اللي احنا بنشوفه على البي اي بي. هلا يعني من اهم الاشياء الجست اكس راي، اهم الاشياء انه انا اعرف الباثولوجي وين رايت ولا ليفت. طبعا انتم بتعرفوا اي شيء لما بقرا والعكس، يعني هاي رح تكون الرايت وهاي رح تكون الليفت، صح؟ صح هم بالعاده بيحطوا انه هون مثلا ال او هون بيحطوا ار او بيحطوا لك لازم يعملوا جود ماركيشن، يعني بس انه تو ذا سيك اوف ذس ليكتشر يعني حاولوا انه هاي رايت وهاي، تمام؟ كل الانواع هي اوريدي. اما تقدر تتكلم على الاستفاده اللي لازم بس انا بحكي لك عشان هاي المحاضره عشان تكون مركزين معي، ولازم لازم يكون هيك بنسميها من التكنيكال فاكتور بنسميها اورينتيشن، لازم انا اكون عارفه هي هاي رايت ولا لا، صح؟ تمام. هلا كمان شغله يعني مهمه كثير لما انا اعمل جزء ابروتش للاكس راي ان انا امشي ان سيستماتيك وي، صح؟ شو سيستم انتو بتمشوا عليه او دايما بيكون كويس؟ اي بي سي دي اي. ايش كمان؟ من برا لجوا بيريفري تو سنترال او صح ممتازين. فانا لازم اكون ان سيستماتيك واي عشان ما انسى اي باثولوجي. انا صح
مين لي أو متعارف بين الأطباء إنه أنا بطلبها فور لانج باثولوجي، لكن أنا مطلوب مني حتى لو كنت جونيور بأي مكان، كنت جي بي بأي مكان، كنت ميديكال ستودنت، أنا لازم أطلع على كل شيء موجود بالفيل متصور، لأن أنا مش بس مصور اللانج فيل، مش مصور بس اللانج بارانكايما، كل شيء لازم أعمله جود انترفيو شو اسمه أبروتش صح؟ فهلا إن أناتومي إيش؟ آه صح، هلا بدي أحكي لكم. إحنا شفنا الفيلم قبل شوي شو كان لونه؟ أبيض مائل إلى الزرقاء صح؟ طيب ليش هيك تبين عندي؟ أنا هون صار أغلب أسود صح؟ إحنا لما نطلع على الصورة لما تمشي الأشعة مفهوم الدنسيتي، مفهوم الدنسيتي التيشو اللي بتقابلها هون، لو إشي هار زي البوم رح تسمح للأشعة تخترقها وتروح هناك. الأشعة لما تسقط على الفيلم الأبيض تحرقه، يعني بس إنه نبسط لكم الفكرة. آه ممكن إنها بتحرق الفيلم، فهي إيش بتبين؟ إذا الأشعة اخترقت أو كان مثلاً في عنا تيشو كان low density واخترقته بتبين أسود. إذا لا، إنه كان في إشي يعني حاجزها أو عملها absorption أو إحنا إشي نسميه attenuation. تعرف شو يعني attenuation بالعربي؟ تضعيف أو توهين صح. فأنا إذا كانت والله في density تاعت التيشو عالية وعملت لي attenuation أو absorption رح تبين تخلي الفيلم أقرب للأبيض صح؟ لأنها ضعفت كل الأشعة اللي بدها تخترقها. أما والله لو هوا density تاعتها خفيفة رح تسمح للأشعة يعني تمر من البيشة توصل الفيلم وتحرقه، فبين عنا إيش؟ عسوال. هلا الأسود والأبيض إحنا ميديكال صح؟ فيه فشو لازم يعني نستعيد عنه؟ أبدعتي راديو لوسنت للإشي اللي جاي عسوال، وراديو أوبيك للإشي اللي جاي أبيض تمام؟ رح نضل نحكي فيهم راديو أوباسيتي وراديو لوسنسي. مفهوم الفكرة للجميع؟ يعني أسود كثافة قليلة دخلات وحرقت الفيلم. أيوة ممتاز. وأبيض شو نسميه؟ راديو أوبيك. فإحنا خلص هلا بدنا نربط أبيض وأسود، بدنا نصير شو؟ راديو أوباسيتي وراديو لوسنسي. هلا لو مش بلشنا سنترلي مثلا النقطة هاي، هاد كلياته شو بنسميه؟ انتوا طالعين فريش من ميديا ستاينر. ميديا ابدعت ميديا ستاينر. كيف بنقسم الميديا ستاينر؟ اطول بنقسم الى ثلاثه، انتيريور ميدل وسوبيريور ميديا ستاينر وانفيرو ميديا ستاينر. ممتازين ابدعتوا. ات ويتش ليفل احنا بنقسم سوبيريور ميديا ستاينر والانتيريور اللي هي تي 4 ذاتي. ممتاز. ايش اسمك دكتوره؟ نور. ذاتي نور. تمام. هلا احنا ليش انا بسال هاي الاسئله؟ حلو الواحد يعرف كل كومبارتمنت بحل ميديا ستاينر ايش فيه، لانه انا اذا عندي باثولوجي والله عارف انها جايه بالانتيرو تشامبر من الانفيرور ميديا ستاينر، بس انا والله انا عارف انتم شو بيكون بالانتيرو، بحط الديفرنشال تاعي بناء عليها. والله انا عارف شو بيكون بالميدل كومبارتمنت اوف انفيرور ميديا ستاينر، بحط الديفرنشال تاعي بناء عليها. فاهمين؟ انا راح اعلمكم اليوم كونسبتس وانتم راح تبنوا على هالحكي تمام. شو الستركتشر هذا برايكم العامل راديو لوسنت هون شو اسمه؟ تريكيا. تريكيا ممتاز. نورمالي كيف البوزيشن تاع التريكيا على البي اي بيو؟ سنترلايز. سنترلايز بس شوي سلايتلي لايت. ليش سلايتلي تو ذا رايت؟ لا جاوبوا عادي عادي. انت انا انه كنت بالليفل تاعك ما كنت عشان الهارت بدك تميل شويه هي التريكيا هون. ليش السؤال؟ ليش هي مش centralized normally slightly to the right due to the major vessel صح؟ لأن في عندنا هون major vessel تفشي تشوي تمام؟ وما إنها فيها هواء والدنسيتي تاعتها قليلة شو راح تبين؟ إيش؟ على سواد. بطلنا على سواد. صح؟ تمام. هاي شو هذا الستركتشر الكبير؟ الهار. أبدعته. هلا تعرفوا أنتوا هيك ايش الهارت بوردر على الجست بي اي بيو على الرايت سايد شو بيكون؟ الرايت اتريوم. ابدعتي. وعلى الليفت ليفت فنتريكل. ليفت فنتريكل شو بنسميه؟ ليفت اتريوم. ليفت اتريوم لابندج. وموست بوستيرو تشامبر من الهارت شو هي؟ الرايت فنتريكل. ابدعته. ممتازين. الليفل تاعكم فيري جود. هلا في اشي احنا لازم نكون عارفينه، يعني انه هذا اشي نورمال. هاي ايش بنسميها؟ راديولوجيكالي. هاي
هلا شو مكتوب عندك هون؟ هاي شو مكتوب؟ فإحنا نسميها أورتيك نوب أو أورتيك نكر. يعني أنا من يومين أو الأسبوع الماضي إجت مقيمة فاميلي ميديسن سنة ثانية تسألنا إنه أنا شاك شو اللي هون؟ في إشي هون أورتيك نكر مش عارفيتها. أنا لازم أعرف النورمال عشان أنا والله بناء عليه أعرف النورمال صح؟ فأنا إذا شفت إشي ريتي وبيك هون شادو تاعه هاي أورتيك نوب أو أورتيك نكر. ممكن يصير فيها كالسيفيكيشن أشوف إنه فيها هون هاي دنسيتي ساعتها بعد الخمس ستين سنة مثلا. من الأشياء اللي أنا لازم أكون عارفة موضوع تشيستكس هاي كثير كثير، بس أنا والله حاب إنه يعني فاهمين وحطكوا شوي بداية. تمام، هلا أنا كيف بعمل أسسمنت للهارت على التشيستكس هاي بي اي فيو؟ إحنا بنعمل للسايز أوف ذا هارت جود أسسمنت على البي اي فيو. هلا بنحكي ليش مش على البي رأيكم؟ بتاعتي شو اسم الديامتر هاي؟ أنا بدي أعمل حكولك أنت دكتور شوف إن هذا المريض هاي جست إكس راي في إف يو عنده كارديوميجالي ولا لا؟ إيش اسمك دكتور؟ عبيد. أنا لازم أقارنها بالهاري يعني إيش اسمها؟ كارديو ثوراسيك ريشيو. صح، أبدع. باخذ الوايد ديامتر بتاع الهارت مع الوايد ديامتر بتاع الثوراسيك بقسمهم نورمالي ان ادلت كم بتكون؟ تحته ممتازين. بالبيدياتريك ايج جروب بالمنال بكون اقل من 60. تمام، هاي عملنا اسسمنت للهارت سايد على البي اي بي. وهلا بنحكي ليش مش عارفه والله بسيطنا محمد ونطلع على الريتروكارديك اريا. طبعا هاي شو لا طب هاي شو هاي كلها لانج هاي دي لانج عندنا هاي شو هاي لو بدنا نسميها هاي رايت ولا ليفت لانج هلا بيحكي ايش يعني وهاي شو بتختلف رايت عن ليفت ابدعت الاناتومي كري احنا من رايت لانج تختلف عن الليفت لانج الرايت لانج كم لوب 3 لوبس ابر ميدل ولور والليفت لانج 2 لوبس ابر ولور بس هلا الليفت لانج تزع بتحكي لك هذاك عندها في شو استعاضت في بدل ميدل شو اسمه لينك فهلا الاشي اللي بيقابل الميدل لوب على الرايت باتجاه الليفت بارت من الابر لوب بس اسمه شو لينجولا عشان الليفت لانج ما تساعد. تمام، هلا البلورا دكتور انا حكينا بنشوف شادو تاع يعني اكس راي هي لما تكون فالبلورا المفروض انا لما اعمل جود اسسمنت للبلورا وراح احكي بالمحاضره بنمشي من الهايلا بنكمل ومن هون بنلف هون فانا بشوف الشادو تاعها مور بريفر. هلا بنشرح بالنيموثوركس كيف يبين. تمام، هلا هاي شو اسمها ممتازين ابدعته هاي كوستوفنيك انجل. هلا نورمالي كيف بتكون ولدي ماركيتد وشارب صح؟ اذا في فلويد معبيت لي اياها بتكون واضحة بيضة راديو تمام. شو ممكن تعمل لما يكون واحد بي اي فيو؟ شو بتسوي لي ساين لما تكون عاملة بلانت او اوبليتريشن اوف كوستوفرينيك انجل؟ تعرف شو اسمها الساين؟ اير فلويد اشي مختلف تكون زي كريس الدينشيب بس شو اسمها الساين هاي؟ مينيسكس ساين. شو يعني مينيسكس بالعربي؟ هذا ممكن مبدع عربي شاعر يعني هلال هلالي صح هلال الشكل. تمام، هاي عرفنا الكوست أنجل. رأيكم شو هذا اللي عملنا ريدي وبيك شادو موجود باي لاحل هايلم صح عبدعته. هلا أناتومي كريم ايه دروح تحكوا لي هايلم ايش بتكون؟ أناتومي كريم شو كمان عبدعت. هلا ها أناتومي كريم هايلم ايش بتكون؟ راديولوجي كريم نورمالي راديولوجي كريم احنا بنشوف الشادو تاع الفيزل ومين مين للارتريس نورمال. يعني انا هلا هذا الشادو اللي شايفه هون تاع فيزل ليش مبين انه راديو بيك او عشان زعش الدكتور عوياض لانه فيزل شو بتكون معبيه فلويد الدنسيتي تاعت الفلويد شو اكيد قادره اكثر انها تظهر الاشعه منها تمر على فيها صح بينما هاي كلياتها شو لانج بارانكايما شو الفيولاي فايش فيها اير فقدرتها انها تضاعف الاشعه اقل فبينت هاي مور راديو لوسنت هاي مور راديو لوسنت.
هلا انا عشان اعمل جود اسسمنت للهايلم او بوث هاي، في اول اشي بتطلع الدنسيتي، لازم الدنسيتي اوف بوث هايلي تكون متشابهه، يعني مش حتكون دنس دنس يعني انها ابيض اكثر من هاي، لازم الدنسيتي اوف بوث ذا سيم الشيب تبعهم، الشيب انه هاي كيف تكون كونكيف لجوا هيك جاي مش بلانتد لبرا طالع، هيك بنسميها كونجستد هايلم، فانا لازم هيك. هلا بس بختلفوا بشغله واحده، ايش انا رح ساعدكم هلا، هذا شو اسمه؟ هلا بحكي هذا شو؟ اذا ملانين او مش فاهمين احكوا يا جماعه. لا بالعكس، بس السؤال هو لا بحكي لك، احكوا اي فيدباك احكوا عادي، انا ما بزعل اذا يعني حد ملان او مش فاهم يحكي، تمام؟ هلا ايش هذا؟ ابدا. وهذا الليفت صح؟ نورمال الديافرام كيف ببين عني، او الشادو تاعه دومين شيب، هو لف هيك لف زي ما انتم كلكم بتعرفوا، اي على الرايت ولا اللي على الرايت اعلى. ليش الرايت اعلى؟ هذا خطا شائع. مين عنده جواب ثاني؟ يعني هو في جواب اقوى من هذا زي الحزن معنا المحاضره ولا لا؟ يوم طلب اذن، استنى يوم هزي الطلب اذن في العميد بيروح يشوف، بس احكي له على التليفون انت اللي طلبت. اه انا رحت على هذا خطا شائع صح، والليبر تنفشل يمكن الهارت بين الابدان. جواب الصح انه الهارت شادو دامج الليفت لانك، فعملها الوكيشن فبتبين هاي او طلعت صح. هلا نورمالي نورمالي او يوجوال بيكون 2 ثيرد اوف ذا هارت شادو جاي على الليفت سايد، 1 ثيرد بس يعني فيش شيء بالضبط اولوز صح. تمام، فهلا احنا حفظنا انه الرايت هيمي ديافرام اعلى من الليفت هيمي ديافرام صح، فاحنا كيف بدنا نربطها هلا بالهايلم؟ العكس، ما دام هاي اعلى مفهوم دكتوره؟ في شيء اذا مش واضح يا جماعه احكوا. طيب هلا العكس، الاعلى مين راح يكون؟ ما دام هاي الرايت الاعلى، هلا الهاي اي هذا اعلى؟ الليفت. ليش؟ نورمال ممكن يكونوا at the same level، ممكن الرايت والليفت هاي يكونوا at the same level، بس ليش الليفت اعلى؟ هذا انتوا طالعين انتمل، انتوا يفرش والليفت تاعكم ما شاء الله ممتاز. احنا شو حكينا هون نورمال؟ احنا نشوف شادو اوف وات؟ عشان طالع هذاك طالع لها مش اطول جاي، ما هذا زين. طيب فشو كيف بيطلع الارتي ساعتها؟ ابابل لانه هون ما دام جاي هي هوريزونتال، فالليفت بولمونري ارتري والارتش اوفر ذا مين برونكس، فبين عندنا الليفت هاي هايلم اعلى من الرايت هايلم. اب تو كام بتعرفوا؟ هلا بنشرحها في دايجرام رح اوضح لكم اياها. هلا عرفنا انه لازم الدنسيتي ذا سيم، الشيب هاي هاي لجوا، الليفت نورمالي يعني ممكن تكون اعلى من الرايت. صراحة في كتب تحكي 1 سنتي، في كتب تحكي up to 3 سنتي، بس ممكن يكونوا at the same level. never ever the right هايلم اعلى من في بث الرسالة، مفهوم؟ هلا عشان نشرح لكم جيدة دكتور، بس ورجينا البوي كونكيف اللي حكيتي عنه كيف يكون هيك؟ يعني انا لو جبت جرام حد يتطوع برا الجرام هيك، الشدو تاعها هيك داخل لجوا مش بلانتد واللي طالع لبرا. هلا في بالامثله اللي انا حاطها بالباثولوجي رح تفهموا معي. هيك شايف دكتور احنا شو حكينا؟ الهايلم في شيء اسمه اناتوميكال هايلم، في اسمه شيء اسمه نورمال راديولوجيكال هايلم. طلعوا واحنا حكينا الشادو تاعه نورمالي ايش بنشوف؟ فيزلز. ومين اللي يشوف؟ ارتريز. فبتكون الرايت هي طال الليفت سوري طالع والآج أبوب البرونكس فبتبين أعلى، مفهوم؟ مفهوم يا عبيدة؟ نعم؟ أبتو أبدي كانت؟ من 1-3 تمام. هلا شو هذا الستركتر؟ أنتيرور والبوستيرور؟ أبدأت والبوستيرور بيجو وريزنتر والأنتيرور كيف بيجو؟ أوبليك هذا الشدو تاعه مو؟ طيب ايش هذا؟ كلافيكولا.
تمام هاي هاي فأنا برضو البور هذا جزء من الجست إكس راي الناس بطلع عليه فممكن يكون في فراكتر ممكن في يكون في فراكتر بالريبس عملت لي لارج نيمو ثراكس تنشن نيمو ثراكس روتيشن انستابل ولازم أنا أتدخل صح فلازم أطلع على كل إشي موجود بهالفيلد كيف منطلع بالبور نمشي مع الكورتكس تاعه أي discontinuity بالكورتكس it will raise my suspicion إنه في فراكتر صح خصوصاً إذا والله كان trauma patient تمام شو كنا نسوي شيء هلا في شيء مهم جدا لازم نطلع على الشادو اوف وات هذا شو كله اسمه سوفت تيشو حتى الشادو تاع السوفت تيشو لازم اطلع عليه ليش ممكن يكون عندي انا هون راديو لوسنسي راديو لوسنسي بيقول انديكيت وات شيء اير اير موجود بالسب كوتينس تيشو شو بنسميه بتاعته انا ممكن يكون والله عندي انفيزيما كبيره وانا مش مطلع ليه مش عشان انا مش شايف لان انا ما طلعت ما حطيت بالي انه في سوفت تيشو بتطلع عليه هلا بتشوفوا مثلا في بريست شادو لما تكون مثلا فيميل ممكن اشوف بريست شادو ممكن تيجي والله اللي بعت دوايت بتسل وفيبر وبعرف شيء شو معك لي هواء وانا شو مفكر نمونيا وصور هاي تست اكس راي اوباسيتي هون بدور اوباسيتي باللنج في لا انت ابسس فيها اير فلويد ليفل بس عامل الشادو وين كانت هاي الابسس بالبريست شادو انا لاني انا ما بدي اطلع على السوفت تيشو فما قدرت اشخص فيري سمبل ثينج تمام مفهومه هلا في باثولوجي صور يعني ان شاء الله الوقت يسعفنا بس تمام هلا هذا مبدا البي اي والاي بي هلا احنا شو حكينا الهارت متى بنعمل السايز اسسمنت اي فيو بي اي ليش عشان هاي الصوره هلا تذكروا احنا بالفيزياء بالمدرسه يعني انا بدي ابسط لكم اياها هي مش هيك بس انا بدي ابسط لما كان يحكي لك الشمعة والبعد اللي بعرفش ايش عن هاي وكيف تنكسر الاشعة وبعرفش ايه ذاكرين هذا الشيء ماشي ولا انا فهلا الاشعة لما تيجي من خلف المريض الرفليكشن تاعها ماشي رح يعمل رفليكشن للهارت ما رح يعمل له ماجنيفيكيشن زي هون لما تكون الاشعة ماشية وتيجي على يعني تعملنا الشادو تاع الهارت اذا كان البروجيكشن او الفيو اي بي والماجنيفاي ذا شادو اوف ذا هارت فانا ما بقدر احكي هاي كارديوميجري على اي بي فيو تمام هاي ون اوف ذا موست يعني ريزنز انه الستاندرد عندنا بي اي مش اي بي مفهوم يا جماعه مفهوم اكيد هلا رح نميز بين بي اي واي بي بالتكنيك هلا في شيء بسموهم فور هيدن ايريز ايش اسمهم وين راح يترجم لنا شيء يعني هيدن تمام في أربع مناطق مخفية ناس كتير تنسى تطلع عليهم يكون فيهم لاج وسيجنيفيكانت باثولوجي عشان نسهل على حالنا نحفظهم ايش هم 2H و 2As أول A برأيكم شو هاي اللي احنا ماشيين عليها؟ أبدعته ليش الأبكس مهمة وننسى نطلع عليها؟ عشان البيورا فوق ايش التيومر اللي يجي بالأبكس؟ أبدعته ممتازين وايش كمان أشياء ممكن ايش سيجنيفيكانت فرق تي بي ليش؟ ليش اكيد زي ما تعرف دكتور صح لانها ايروبيك بكتيريا وبتحب مكان يكون فيه اير وانا مدام انا واقف الهواء راح يطلع لفوق صح ممكن يكون في تي بي ممكن في عندنا لارج اوباسيتي والانديكيت بانكوست تيومر صح انا لازم اطلع على اول اير ثاني اير اللي هي هاي اريا اندر ديفرام او ناس بيحكي لك اير اندر ديفرام هلا انا مسموح لي نورمالي وين اشوف اير اندر ديفرام هاي مسميها كاستك بابل هاي مسموح انا اشوف طيب وين ممكن كمان مسموح لي اشوف بس هي مش نورمال بس مسموح اشوف هي اندر دايفرام كيف يعني يعني مسموح اشوف يعني انه مش يعني سحرين على التيم سيرجري تيم هي ساعتكم لا لما سحرين على التيم احكي له الحق انه موبرتونيا داخل عمليه بعرف ايش بناء على الهيستوري مسموح اشوف بس هو مش نورمال بوست اوب بتاعتي ليش ممكن اذا كانت لابروسكوبيك سيرجري انا مسموح لي اشوف اير اندر ديفرام تعرفوا اب تو كاب في بوست اوب لابروسكوبيك سيرجري مش بدخلوا هذول التروكر وبصير ينفخوا عبي بطن المريض هواء اب تو 7 دايز بشرح لهم عن النو بتعرفوا النيو بروتونيوم اذا توب امرجنسي في شيء بيرفوريشن في مصيبه ببطن المريض شحرين على التيم يلا الحقني بريطانيا بعد شهر
أنا لازم أكون عارف هاي الأشياء. أنا مش متوقع منكم تكونوا عارفينها، أنا ما كنت بدي لكم ما كنت عارفها، بس إنه هيك أنا بحب يعني هيك إنه التفاعل. تمام، هاي ثاني إيه عرفنا ال two A's two H. أول H اللي هو both high، عرفنا كيف نعمل good assessment لهم. تمام، ثاني H إيش من heart retro cardiac space أو retro cardiac area. ممكن يكون عندي large obesity والindicated tumor أنا ما شفتهاش ببساطة شديدة لأنه ما طلعت شهرين. يمكن عندي large air fluid level وهي تسهرني والمريض بيشكي وهاي وأنا ما شفتهاش بس عشانه مش مطلع حاجة. فلازم يكون بالنا في إشي اسمه four hidden area. هاي حكينا عن شو اسمها هاي الريشيو. هاي مبدأ شو هاي برايكم في باثولوجي هون؟ أكيد في حد مش متفق إنه في باثولوجي؟ كل شايف الباثولوجي؟ برايكم هاي راديو بيك ولا راديو لوسنت؟ راديو بيك. هاي أول باثولوجي إحنا هيك بس نعرف جينر. هاي راديو بيك باثولوجي. هلا رح نيجي نشرحهم عشان تكونوا فاهمين شو يعني راديو بيك وراديو لوسنت. برايكم هاي شو؟ راديو بيك ولا في باثولوجي أصلاً؟ شو؟ هلا بنيجيهم للتكنيكال فاكتور. بحكيت لك هون عندي مريض انستابل، هي مو دايناميك انستابل اصلا مش لازم تصور تنشن يو ابدات تنشن يو مثل تنشن يو مثلكس. انتوا اخذتوا ايه هاي الاي تي ال اس؟ في بي تي ال اس مش بنمشي فيهم. اول شيء لازم هيستوري اكزاميشن لما يكون موحد انستابل تنشن يو مثلكس كيف بتشخص؟ كلينيكال. ما بستنى لما يتصور، لازم اعمل ريليف. انتوا يعني ريليب. يحبسوا إنه الجيل القادم ما يوصل لهاي الدرجة. ما صور مريض وهو عنده تنشن يوم فرس اللي أنتم مش شايفينها ماشي معه. هاي كل ياسر ما بيها هاي الوايت بيسرال لاين اللي هو اللي ديكات بيسرال هو. تعرف شو مبدأ النيم فرس؟ طب شو الفرق بين تنشن يوم فرس؟ هذا الحين في سيمبل في تنشن. هلا فهمين شو مبدأ النيم فرس أصلا؟ وين؟ بين بريتا بيسرال صورة. وعامل شيفت للميديا ساين والمريض انستابل. رح نشرحها هاي شو رح تنشر. بس فاهمين شو يعني ريديو سنتي؟ هاي بين تون الهواء كلياتها على ايش زي ما حكت الدكتوره صور. رح نيجي وايد السينما. هلا احنا شفنا هاي الريديو صح، وانا مش قادر احدد هي وين ماشي. هي بالليفت لانج عين ورا بس انا مش قادر احددها. شو الابروش تاعنا؟ في اشي اسمه زونز، والزون لا تقابل لون. الزون لا تقابل لون. كيف بنقسم اللانك؟ لما يكون عندي اوباسيتي وبدي احدد وين مكانها بقسمها باي زون. كيف؟ باجي على الانتركوستال سبيس. هاي فيرست ريب انتيرور انتركوستال سبيس. باجي على الفيرست انتركوستال سبيس صح؟ هاي سكند انتركوستال سبيس. هاي الاريا شو؟ فيرست انتركوستال سبيس صح؟ هاي السكند هاي الثيرد انتيرور. احنا نمشي مع الاوبليك اللي هم انتيرور. هاي الاريا شو؟ سكند انتركوستال سبيس. فالاريا اللي بتتضمن الجهه اللي فيها انتيرور انتركوستال والسكند انتركوستال نسميها ابر زون. يعني الرايت والليفت لانك فيهم 3 زونز. قبل شوي لوب شو حكينا؟ حكينا هاي فيها 3 لوبس بس هاي فيها 2 لوبس. تمام، فقسمنا هاي ابر زون. ميدل زون كيف تتقسم؟ السكند والثيرد سوري الثير والفورت انتركوستال سبيس هاي نسميها ميدل زون. الريست انتركوستال سبيس نسميهم لور زون. مفهوم؟ رح تنعاد بس مفهوم انه بس بدي تفهموا هلا النقطه انه زون لا تعادل لوب. يعني ممكن عندي لارج اوباسيتي زي ما شفنا هاي بشوي هون شايفين هون بتكون بالابر لوب، لكن ويتش زون؟ هاي لور هاي لور زون. لكن الريل ان ريل لايف هي الابر لوب. ليش؟ لانه لما نمشي انتوا حكيتوا في فيشرز بتقسم لنا اللوب صح؟ عندنا هذا هوريزونتال فيشر وهذا شو اسمه؟ اوبليك فيشر او بنسميه ماينر فيشر ميجر فيشر صح؟ بس انتوا هلا ممكن واحد يسال هو ميجر فيشر وهاليد؟ ميجر صح؟ وكيف بيجي اتجاهه؟ بيجي بوستيريور ولا فلا انتيريور. فهو الشادو تاعه رح يكون بوستيريور مور بوستيريور. فهذا ميجر فيشر او أوبليك فيشر اللي هو موجود على الجهتين، لكن ترانسفيرس فيشر أو ماينر فيشر موجود بس على جهة واحدة. فاهمين ليش إحنا قسمنا لزول؟ يعني ممكن تكون أوباسيتي هون بس ستيل إن ريل لايف إتس إن ذا أبر لوب. الانتركوستال سبيس على الانتيريور
anteriors. هلا رحت لهذا هلا انا عشان اقدر احدد in which lobe الباثولوجي في اشي اسمه silhouette sign او ان هاي الباثولوجي والله محدده ولدي marked by a transverse fissure او fissure. هلا رح يجي نفهم شو يعني silhouette sign شو يعني ولدي marked by fissure. هاي مبدا الزوت هاي مبدا الزوت قسمناها upper middle و lower. اقرا لنا يا عبيدة شو كاتبين تحت. مومن طلع هاي قسمينها ان ريل لايف كيف اللوبس بس هذا يعني هم متخيلوها عرفت انه هاي هون الاوبليك فيشر بس انا مش دائما بشوف شو اسمه الشادو في الاوبليك فيشر. هات كلها تتخيلوا ابر لوب لكن لو كانت الباثولوجي هون وين بتكون؟ لور زون صح؟ هاي شو؟ لور لوب. هاي ايش؟ أبر لوب. طيب ممكن تكون هون باثولوجي هي بالميدل لوب بس وين ويتش زون؟ مفهوم؟ أكيد يا جماعة؟ عادي أنا جاي عشان أفهمكم مش واضح الحكي. ترى أنت بتستخدم أكثر إشي الزون عن اللوب؟ إحنا بنستخدم الزون بس لما تكون في عنا هند أعطتنا إنديكيشن من ويتش لوب إحنا موجودين اللي إحنا هلا رح نشرحها اللي هي اسمها سيلويت ساين رح نقدر نحدد. تمام هلا شو مبدأ السيلويت وين رح تجي تجينا؟ شو يعني سيلويت؟ شو اسمها الدكتور؟ شو يعني سيلويت؟ طيب مين هو شو يعني سيلويت؟ يعني سيلويت شادو. اه خيال بس احنا بدينا بالعربي. خيال هي سيلويت معناها بالعربي خيال. هلا احنا اول هاي المحاضرة شو حكينا؟ حكينا انه شفنا الهارت بوردر وهيهم ما شاء الله عليهم قادرين يرسموا قلم هاي خط هون هاي الرايت هارت بوردر هاي الليفت هارت بوردر. ليش؟ من نفس مبدأ الدنسيتي. هاي هارت صح؟ شو عبارة عن شو؟ مسلز فيها بزلز ومعبية دم ففيها سوب تيشو وفلويد دنسيتي عملت جود اتنيويشن للبيمز مشت خلالها صح؟ فبينت مور ريدي اوبيك. لكن هاي اللنك شو؟ الفيوراي عباية هواء يعني شو؟ يعني اير دنسيتي فما عملت جود اتنيويشن فسمحت للبيمز انها تمر فيها فتو ديفرنت دنسيتي بيناتهم بيظهر سونرايز. هاي الدنسيتي تاعتها اعلى هاي الدنسيتي تاعتها اقل فعشان هي انا قدرت ارسم بيناتهم لايج. مفهوم يا جماعه؟ مفهوم. هلا لما يكون عندي باثولوجي وجاي الباثولوجي هون وهاي الباثولوجي عامله ريكروتمنت لانفلاماتوري ميدييتور واشياء عبت لي الالفيولاي زي النمونيا عبت لي الالفيولاي شو تعبت؟ فلويد. فشو صار في الدنسيتي تاعتها؟ تشابه وضعها شعبه الدنسيتي تاعت البلد تاعت البلد الموجود وين بالهارت. الهارت مش حكينا مصل جواتها شو او البندلكل شو جواتها شو بلد فصار سيم دنسيتي. فانا مش رح اقدر ارسم خط بيناتهم ومش رح اقدر اشوف الرايت هارت بوردر لانه صاروا سيم دنسيتي. هلا رح نوضح الصورة. هاي مبدا الأول لنفرض إنه هاي ما فيهاش باثولوجي كان هاي كلياتها مسلز ومعبية دم وهاي كانت الفيولاي قد أرياتد معبية هواء فشو أنا قدرت أرسم لهذا السؤال هون لما هون الفيولاي اللي بهاي الجهة المحاذية أو الموازية لجهة الهارت اتعبت فلويد أنا شو حكينا من أول إكس راي ليش صعبة؟ إنها هي بتول ريفليكت شو؟ الشادو تاع التيشو صار سيم شادو same density فالشادو تاع يعني البرايت او الليفت هارت بوردر ما يعني ضل زي ما هو احنا المفروض نشوف. هاد ويل انديكيت لما يكون عندي opacity فهمنا شو يعني opacity صح دكتوره يعني عبيض لما يكون عندي opacity عامله silhouette sign silhouette sign يعني مخفيتي الرايت هارت بوردر this will indicate انه الباثولوجي وين الميدل لوب رايت ميدل لوب. يعني اذا انا عندي باثولوجي زي هذا موجود هون وانا مش قادر اشوف الرايت هارت بوردر this will indicate انه الباثولوجي بالرايت ميدل لوب. لكن اذا انا عندي شو حكينا هنا بتاش تزعل ليفت لاين شو بيقابل الميدل لوب هون ليه اذا عندي باثولوجي عامله لي سيلويت ساين زي هاي الصوره
على left heart border this will indicate إنه الأثولوجي وين أو الأوباسيتي وين بالإنجلر هي بس توازيها. إذا عندي أوباسيتي نفس الشيء الليبر، مش هون عندي أنا ليبر، ليبر عبارة عن شو؟ صف تشو صح؟ وهاي الهواء. فأنا جاي برسم الديافرام. إذا عندي أثولوجي أو أوباسيتي مش جاي عن بالسيلويت ساين، لا الرايت هيمي ديافرام وين بتكون الأثولوجي؟ بالرايت لور لوب. إذا عندي أوباسيتي عامل السلوك لا الليفت هارت بوردر الليفت ميديفرام وين بتكون بثوجي الليفت لور لوب. مفهوم يا جماعة مبدأ السلوك مفهوم. هلا رح نجيب نقطة بالدخول. هاي شو مبدأ شو حكينا؟ هاي مبدأ إيه؟ هي إنه إحنا نعمل assessment لا الكارديو سايز على PAD. كمان هلا مش عارف ليش كمان يكون في إشي اسمه تكنيكال فاكتور. حلو أنت كطبيب تكون عارف إنه هاي داخلت الصورة إنه أنا optimal way ولا لا. This will indicate يعني كيف إحنا نعمل good assessment للبطل. أول واحد حكينا شو هي projection، شو أخذنا أنواع هلا بالمحاضرة إحنا حكينا فيها إيه UPA. هلا نحن نعرف شو فاكتور في كثير projection لور بالفيك مهم بغض النظر. orientation شو يعني؟ وين دكتور حكيت لي ممكن يستقر لازم يكون حد good oriented هنا هاي ورعتول هلا رح نيجي في كمان technical factor اسمه rotation penetration degree of inspiration. هلا رح نجي هاي مش عارف ليش كلهم تعرفوا هاي لنفس المريض نفس اليوم نفسي يعني تصور هاي بعدين تصور هاي بس شو الفرق رايكم أول هاي هاي إشي تكنيكال فاكتور ثاني ما تخلطوا منها. أول إشي لونج فيلد شو رأيكم لونج فيلد عليه فيه أو لونج فوليوم إنه مريض واقف وحكى له التكنيكال خد نفس وعبي صدرك صح وصور. فأنا اللونج فوليوم هون أكبر صح طلعوا هاي مقارنة بها مع إنه المريض واقف بقدر ياخذ نفس ويتفش الديافرام الديافرام لتحت هاد شو بيقول مور إليفيتد صح اللي تحكون سكابيولا والكلافيكل والريبسكي كله صح بس أنا بدي يعني أشياء مور أوبيوس تمام. هون الهارت الشدو مبين أكبر هاي الشدو تاعه أصغر. إيش كمان أشياء بتهمني أنا كطبيب باثولوجي كيف رح تبين عندي أنا لو عندي بلورال فيوجن أو فلويد معبي بتوين برايت والبسرة بلورة لما حكى التكنيشن للمريض خد نفس عميق واحبسه وين رح ينزل الديبندنت اريا رح يعمل بلانت لإيش للبوستوفرينيك أنجل صح حد معاه مطلة مي أو جنيت مي بس اشرح عليها ليش اشرح لكم يعني دائما كن معكم لما اشرح لكم معكم تمام هي فل هاي بس ماشي. هلا لما تكون مريض نايم سوباين ايش رح يصير رح تعمل الاول بلانت للكوستوفرينيك انجل بعدين الفلويد رح يطلع شوي شوي فبنسميه هون بنسميه مثلا بلور فيوجن اما على الاي بي بنسميه جريدد بلور فيوجن. شو يعني جريد؟ شو يعني جريد؟ متدرج يعني بلور فيوجن صح عمل بالاول بلان في الكوستوفرينيك انجل بعدين بلش يطلع يعني ويل بي مور فينت فبنسميه جريدد بلور فيوجن. نايم شو الديبندنت اريا بتاعته اللي ورا ظهره بينما هو واقف عمل بلانت صح تنتين رح تعمل بلانت للكوستوفرينيك انجل بس هذيك رح يضل وين تحت الا اذا ما سمع هلا رح يحكي عنه بينما هذيك شو رح تعمل بالاول بلانت تطلع هي هاي عشان هالمطره ملانة لو كانت هاي بتبين تعمل بلانت وهون تقول بيكت فين ترى فين فعشان هيك احنا نسميها شو كنا بصوره هلا ايش كمان بثولوجي مهم مهم نيموثوراكس. هلا لما المريض يكون واقف صح الهواء والهواء عبى بتوين برايتها عند برايتها وبيصير البلورا رح تبين نيموثوراكس على البريفري يعني واللي كيوباي أبر أو ميدل أو لور صح بينما المريض ليش لأنه الهواء كثافته قليل بينما المريض نايم وين رح تيجي الهواء سنتير ممكن يكون عندي لارج نيموثوراكس مش قادر شخصه ليش المريض نايم ظهر ساعتها شو ممكن ألجأ ليش
ممكن أنا أخذ ذاك البيور ليس لأنه لا في الرحبين عندي أنتير وبوستير صح؟ هاي مبدأ شو؟ هاي شو رأيك كله؟ هاي لو حكيت لك نفس المريض بنفس اليوم بعد دقيقة إيه بي وبي إيه أي هاي بي وأي بي إيه هاي بي إيه مفهوم الفكرة؟ يعني مش إنه هيك إحنا بنحكي من راسنا شايفين الفرق بين اللانج فوليوم والهارد سايز بدي يفرام يديش إلي بيت هناك؟ لا هلا انا بحكي لكم شيء احنا هاي معتمدين بالمستشفى الصوره بي اكس راي جست اكس راي بي اي انتل بروفن اذروايز حلو الكلام يعني اذا انا ما شفتش هون يعني بالنسبه لي هاي البي اي انتل بروفن اذروايز ولا في شيء من اذروايز اذا شفتش كلمه اي بي او سوبر او والله ما شفتش اندو تراكيال تيوب يعني اكيد مريض اندو تراكيال مش رح يكون بيرك صح أو إنها مبينة عندي هلا بيبي. This is A P P A and proven otherwise. يعني لازم أشوف يا A P يا سوبان يا إنها صورة بيبي مبينة جست لبيبي أو واحد عنده عنده تريكر جي. أو والله أنت كنت موجود المريض شفته هو بتصور A P. تمام؟ هاي أبدأ شو؟ بس أي بلور فيوتر؟ لا. كريديت. أول شيء نعمل بلانت الكوستوفرينج أنجل وبلش هذا فيو حلو تكونوا عارفينه يعني أنا كنت شاعر طالب هذا اللاترال فيو طيب أنا لما مثلاً شاك إنه الباثولوجي على الليفت بطلب ليفت لاترال فيو بطلب من تكنيشن أو بطلب هاي ولا رايت لاترال فيو هذا إشي برضو أنا يعني شاعر بالعكس عشان يبين أكبر لا بطلب الأريا أوف إنترست هي نفس الجهة يعني أنا لو بدي أعرف كنت انا شكرا على الاجابه يعني والله اللي بتجاوب خطا معي ما عندي مشكله انا والله لما كنت بالكم ما بتعرفها واذا بدك واعلم اللي بالكم ما كنت اعرفها تمام هلا هاي نورمال لاترال فيو لو انا بدي احدد اياها الرايت واياها الليفت بمشي مع الديافرام تمام اذا الديافرام مكمل لقدام بيكون الرايت بينما الديافرام مأكول من قبل الرايت من قبل الهارت بيكون الليفت تمام هلا في صوره تبين تكون اوضح لازم اكون عارف بس بدي اعلق عشان تفهم انه هاي هون لازم تكون مور ريدوسنت ليش هون شوف الانتيرو تشامبر اوف ميديسان ما في ستراكشر زي الهارت فلازم تبين مور ريدوسنت واللور بوردر هون او الجهه هاي لازم تبين مور ريدوسنت ليش لان المريض هون في والله الشولدر والجوينت والبعدش ايش مور تيشو فعملت يعني مور اتنيويشن فبينت مور ريدوسنت فاذا انا شفت الدنسيتي تاعت هاي زي هاي تسوي الانديكيتور في عندنا لارج كاباسيتي هون اذا شفت الدنسيتي تاعت هاي زي هاي تسوي الانديكيتور في عندنا راديو كاباسيتي هون تمام هاي شو رايك لارج ماشي عارف هذا المريض ليفت فاهمين المبدا انه كيف اعرف انه رايت من ديفرام او ليفت من ديفرام اذا انا قادر ارسم ديفرام اكمل معاه لهون بيكون الرايت إذا الديافرام مأكول من قبل الهارت بأي جهة رح يكون شو ليفت من الديافرام بس هيك أنا تويو نولج يعني أنا حطيتها هاد لأنه أنا كنت شارفة حلو كنا عارفينها ثاني شيء تكنيكال فاكتور اللي هي الروتيشن الروتيشن ليش أنا مهم أعرف إنه لما تصورت الدكتورة حكى لها التكنيشن عم بطل فيلم وكان في بيس لازم تثبت الشيل تاعها عشان تظل سنترلايز ليش مهم؟ لأنه إذا كانت روتيتد في جهة رح تتعرض للأشعة أكثر من الثانية فرح تبين هاي شو مور راديو روسن ممكن أنا شخص ما فيه نمثل اسمه هيال أو إذا هاي فيها راديو باسيتي وشو اسمه كانت مور وايت وايت هوايت ممكن ما تبين راديو باسيتي معي وايت تمام؟ فأنا كيف ممكن أعرف أعمل جود أسسمنت للروتيشن لازم هذا شو اسمه الستركتر سباينس بروسيس لازم سباينس بروسيس الموجود بتوين the ends of two clavicle لازم المسافة من هون تساوي هاي فهون بحكي this is not rotated patient قلت سنترلايزيشن كده عندي كيف هي مبين يعني كثير السباين هاي شو يعني دكتور انا حتى كنت كيف هي مبين نعم وبيضه بحكي لك عين رينج رينج مستقبل رينج مستقبل هيك هي اذا حسبناها صعب لازم تنحسب مش كده يعني هي انا على الفيو هيك شكلها بس مش بتسباين هو مش مبين لا وين مبينه هي انا بقول لك هي الصور هي طلع السباين طلع المسافه من هون لهون من هون لهون واضحة واضحة ممكن تشيل الصفحة دي لوين
سينس بروسيس يعني هاد اللي زي هاد الموجود بين الان ستات لكلفك المسافه اللي بين لهون تساوي لما تقرب عليهم تكون يعني انت رح تكون اوضح في الريل لايف انا فاهمه عليك عشان على المونيتور مش كثير واضح بس لو رسمت لك انه هيها هون عندي على الشاشه هاي اوضح على اللابتوب اوضح هيك سنترال رايت ولا لا هي يعني الصوره مش عارف ليش تقول بس هي سنترال كمان تكنيكال فاكتور حكيت عنه الدكتوره انه هذا المريض انا لازم اعلق انه ماخذ وحكيت عنه انه انت كمان يعني انه جود انسبيراتوري ريفورت او لا كيف بعرف لما حكى لها التكنيشن شو حكى لها خذي نفس عميق وعبيه واحبسي صح عبسي اترك هواء واحبسي ليش كان انا احنا حكينا بدايه المحاضره انه احنا مين اللي بتنعمل عشان باثولوجي باللانج هي لازم نطلع فانا بدي اللانج فيل يكون اكبر ما يمكن عشان اعرف اعمل له جود اسسمنت صح فانا كيف ممكن اعلق انه هاي جود انسبيراتوري ريفورت او لا عد الرأس ابدا انتيرورلي لازم يكون من 6 إلى 8 posteriorly كمله من 8 إلى 10 فشو هاي شو هذا الرف شو رأيكم هذا شو اسمه anterior posterior anterior هاي 1 2 3 4 5 6 لأن اللي داخل بالديفرام آخر واحد داخل بالميدل والديفرام هاي 6 هاي good inspiratory report according to anterior ribs ولا لا ليش لأنه normal شو 6 إلى 8 posterior ribs هاي هي مش كثير مبين شدوا على اللابتوب أوضع هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 هاي 7 هاي 8 هاي 9 هاي 10 good inspiratory report ولا لا كيف؟ 10 في شيء اسمه penetration أو exposure يعني كم التكنيشن والله واحد ناصح يعني body thickness تاعه كبير لازم يزيد الجرعة شوي واحد نحيف لازم يقلل الجرعة شوي عشان ما تنحبش الصورة على الفاضي يتشعشع المريض على الفاضي كيف بعرف انه هاد good penetration أو good exposure ولا لا بتطلع على الفيرتبرا اللي خلف الكارديك شنل لازم barely seen يلا ترجم شو يعني barely يعني صعوبة بالكاد دعت عبيدة شاعر barely seen يعني يدوب مبين يعني أنا شايف البوردر تاعتها بس مش ممكن أمسك قلم أرسم البوردر كامل هاي بسميها good exposure إذا كانت over penetrated شو فاهم ليش على المونيتر تحت مش من هاي على اللابتوب والله بتكون واضحة كثير يعني أنا قادر أرسم كل الحواف تاعها إذا كان under exposed أنا مش شايفها تمام شو هي المشكلة الفيرتيبرا بيرلي لازم أكون بيرلي يعني بالكاد يا دوب هاي شو رأيك؟ وهاي رح تكون واضحة. هاي هي مرسوم من بينه. شو رأيك؟ كمان مرة اسمك دكتورة؟ نور. دعتي نور. صح. هاي أوفر إكسبور. طلع كيف عملت فيل محروق. زي كأنه فيني مثلاً كوي لاتر. هاي. صح. طيب. إحنا بالأول حكينا على خلصنا التكنيك الفرق. رح نيجي للبثول. حكينا انه اهم شيء بالتست اكس راي غير انه نعرف رايت وليفت غير انه لازم الاول نطلع على البيشنت بروفايل والكلينيكال داتا بروفايل جيز فيري امبورتنت يعني اغلبكم هون مش رح يروح مش ما بده راديولوجيست ماشي فانتوا از فيزيشن يعني انا لو بس هاي المسج اللي تطلع منها او تطلب اي شيء خصوصا مستشفى الجامعه ما تحط لي على الريكوست ريزن زيرو اكتب لي كلينيكال داتا اول ما اخيرا انا مش بس بطلع صور انا بعمل جود كورليشن بتوين شو اللي انت كتبته الكلينيكال هيستوري اللي انت كتبته وانا اللي بدي اطلع لك عليه عشان اعطيك جود ريزلت فانا لازم اكون عارف كلينيكال داتا على البيشنت وامشي هنا سيستماتيك واي اطلع الايج البروفايل تاعه من تاخذ الصوره كل هاي الاشياء بعدين نمشي على الابروتش اللي بريحك انسايد تو اوت اي بي سي دي اي اوت تو انسايد عشان هيدا راح احدد الباثولوجي الابنورمالتي عارف الباترن بتاعها هي راديو الباثولوجي عرفنا هي الابنورمالتي يا راديو باسيتي يا شو يا راديو لوسنسي تمام بعدين اعرف والله هاي الراديو باسيتي كانت نجول ولا كانت ماس ولا كانت كافيتي ولا كانت باتش كل واحدة لها ديفرنشال واسع هاي النجول مثلا فيها كالسيفيكيشن فيها كافيتيشن فيها اير برونكوجرام كل واحدة لها ديفرنشال تاعها اشرح لكم يعني اير برونكوجرام بس انا مش هقدر اشرح لكم كل واحدة تمام
ريدي وبس انتي هاي بدي اكون عارفه جاي على بريفري جاي انتيرو جاي ميدي ستاينم عاملت لي نيمو ميدي ستاينم ولا عاملت لي نيمو بروتونيوم ولا جاي بس عاملت لي نيمو ثوركس تمام بعدين احط الديفرنشال تاعي اعرف انه ديور شو بها ديفرنشال الماس شو بها ديفرنشال الباك شو بها ديفرنشال وشوف اير بروكوغرام شو بها ديفرنشال هاد ايش اير بروكوغرام شو يعني اير بروكوغرام اير برونكوغرام من مبدأ الديزيتي هي مش كثير واضحة معك صراحة بس على اللابتوب أوضح لما يكون عندنا راديو باسيتي لأن في باثولوجي وعاملين لنا راديو بيكشل وعبت لي هاي الراديو باسيتي زي النومونيا مثلا عبت لي الالفيولاي فلويد تمام والبرونكيولز كده من البرونكيولز لسه فاتحة فشو متعبية هوا فأنا هاي صار تو ديفرنت ديزيتيز هاي فلويد ديزيتي هاي ستيل ريتد فيها هواء شو راح تبين از البرونكيولز اللي هاي از كيف الابروتش يعني عرفت العمر وكل شيء وانا لسه مش عارف ما